تشجيع الاستثمار وتوفير العقار السياحي، تنمية السياحة الداخلية والترويج للجزائر كوجهة سياحية بامتياز. من بين المحاور التي ناقشها المشاركون في لقاء وطني عرض فيه القائمون على القطاع خريطة الطريق للسياحة في الجزائر لآفاق 2024. إعطاء الأولوية لإنشاء وتهيئة العقار السياحي ووضعه تحت تصرف المستثمرين عبر تصنيف مناطق توسع سياحي جديدة. وقد وضع هذا هدف تنمية السياحة الداخلية ضمن الأولويات بإطلاق مشاريع جديدة، فضلا عن تطوير المسارات السياحية الموضوعاتية بتنوعها وثرائها لا سيما منها في ميدان السياحة الصحراوية. ترويج للوجهة السياحية الجزائرية عن طريق ماذا؟ عن طريق نشاط هذه الوكالات، عن طريق نشاط مكاتب الخطوط الجوية الجزائرية، فتح فضاءات على مستوى هذه بعض العواصم العالمية لأن تكون وجهات وأن تكون مستقبلا منفذا ودعوة لجلب السياح والمستثمرين. المشاركون أكدوا على وضع آلية مالية لدعم وحماية نشاط الصناعة التقليدية إلى جانب تعزيز التكوين والإدماج لجعل القطاع فعالا في الاقتصاد الوطني وخلاقا لمناصب الشغل. إدماج شباب أو خريجي الجامعات أو خريجي المراكز التكوين المهني أو الشباب حاملي التأهيلات المهنية، احنا نهدف إلى تسجيل حوالي 20,000 نشاط في السنة، حوالي 6,000 نشاط ضمن المقاولة النسوية، وهنركز على النشاط النسوي، وكذلك حوالي 4,000 نشاط في المناطق النائية والمناطق المعزولة والمناطق الريفية. هذا اللي راح يتمخض عليه إحداث مناصب شغل، اللي نطمح إلى تسجيل حوالي 40,000 منصب شغل في قطاع الصناعة التقليدية في السنة. اللقاء الذي جاء لتوحيد الرؤى في إطار تعزيز التنسيق بين مختلف القائمين على القطاع أكد مرة أخرى على ضرورة النهوض بالسياحة في الجزائر كبديل اقتصادي خلاق للثروة.